من خلال بوتين. إذا دعونا نكون بشكل واضح وصريح، كل العالم مجتمع والقانون الدولي يعترف أن بوتين يحتل أوكرانيا، وأن بوتين يعتدي على أوكرانيا، وأن طيب. بوتين يدمر في أوكرانيا. لكن بوتين يقول أن العكس ذلك، الكوكب كله قبل قليل يقول الكوكب كله سيد الأفندي يدفع ثمن طموحات الغرب، لكن الكوكب كله أيضا ويقول أن الكوكب أجمعه يدفع ثمن طموحات بوتين في التوسع وأن يكون قيصر جديد في العالم. ما ردك؟ صديقي أبدأ أعقب أول شيء على كلمة الاستوديو، يعني لا يعلم شيء بأوكرانيا ولا يعلم شيء بروسيا للأسف الشديد. بدي أصلح له معلومة. الضيف الذي تدعيه يعيش في أوكرانيا يا سيد، الضيف الذي تدعيه يعيش في أوكرانيا ويفهم في أوكرانيا. أنا لم أتهمك، أنت توجه كلام لي. طيب سيد الأفندي، أنا لم أتهمك سيد الأفندي، سيد ياسر، أنا لم أتهمك، أنت وجهت الكلام لي، لذلك أردت عليه. إذا سمحت سيد الأفندي، بس ثواني إذا سمحت سيد الأفندي، انتقاد التحليل، انا لم انتقدك، التحليل ليس الشخص. لو اردت ان انتقدك لفعل سيد ياسر، فانت كلك انتقاد. انا لم انتقدك، انا انتقد سياسي بشكل سياسي. طيب. وهذا الهدف سيد ياسر، لعلك تتعلم ان تخاطب سياسيا. طيب. طيب الهدف سيد الأفندي، سمحت لي بس ثواني اعطوني وقت بس، اذا سمحتوا اذا سمحتوا ضيوف الكرام سيد الأفندي، ساعطيك الوقت يا سيد، ساعطيك الوقت. لا تعطيني كلمة مثل ما أعطيت. سأعطيك بس إذا سمحت لي، بس إذا أحسنت سواري. الكلام لماذا لا يعطيك الوقت سيد ياسر؟ سيد بس إذا سمحت لي كما يا سيدي، سأعطيك والله أعطيك الوقت دكتور أفندي. هنا نبقى في إطار التحليل السياسي كما ذكر السيد ياسر، في إطار التحليل السياسي. تفضل في إطار تفضل يلا تفضل تفضل. سؤالك ماشي، أنا بس عم أعقب على السؤال. تفضل بالتحليل السياسي دون شخصنا، دون شخصنا. الرئيس زيلينسكي، الرئيس زيلينسكي بقول لك قتل بانتخابات ديمقراطيه. الرئيس زيلينسكي حتى لا يعود لضيفك، الاول هو هدف انتخاباته او الدعايه الانتخابيه كان انه يطبق اتفاقيه مينسك ويعترف بالدنباس ويقيم السلام في الدنباس. هي احد كان دعاياته الانتخابيه، وهذا دليل على انه دمي بيد الولايات المتحده الامريكيه. يعني نجح بالانتخابات على بارشينكا، عملني عطى الدعايه الانتخابيه او الشعار الانتخابي السلام مع روسيا، لهيك الشعب الروسي الشعب الاوكراني انتخبه. هاي النقطة من أول سطر، فليعود إلى الدعاية الانتخابية بتاعت رئيس زيلينسكي لو فكرت. طيب. بالنسبة لموضوع صديقي العالم، بالنسبة للكوكب، سؤالك على الكوكب، أنت لم تشعر بشيء آخر؟ الروس قالوا من لم يصوت ضدنا فهو معنا. كل الدول العربية باستثناء لبنان، لم تصوت مع الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا ضد روسيا، ولا دولة عربية. حتى الدول الحليفية التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية كالخليج العربي كالسعودية والإمارات وقطر. يقول عن العزلة الدولية، البارحة كان وزير خارجية قطر في موسكو، اليوم وزير خارجية تركي، كل يوم في وزير خارجية عم بيجي. أين العزلة الدولية؟ العزلة الدولية بالنسبة له أوروبا، إذا هو دائما بفكر إنه بس العالم هو أوروبا الأمريكية، هاي مشكلته. يعني ذكرت يعني نقطة مهمة جدا، زيارة وزير خارجية التركي إلى موسكو، وتأكيد واحترام من موسكو على تطبيق تركيا اتفاقية مونترو. هناك تأكيد من لافروف التحضير لقمة استراتيجية، للقاء يجمع الرئيس بوتين مع الرئيس التركي في تركيا قريبا. كيف تنظر إلى يعني الوساطة التركية هنا في هذا الحل؟ شوف صديقي، روسيا وتركيا لها الآن تجارب كثيرة في خفض التصعيد في عدة بلدان وضمنها. بالنسبة لشروط روسيا تحييد أوكرانيا أو عدم دخولها في حلف الناتو مستقبليا ويسمع عليها جيش يسلح بسلاح، هذا يعني أنه يكون في مراقبة دولية. المراقبة الدولية لن تكون غير، يعني روسيا لا تؤمن ولا مراقب دولي من كان منظمة الأمن والسلام في أوروبا أو من الناتو. الدولة الوحيدة التي تثق فيها روسيا هي تركيا، لأنه وثقت فيها في أذربيجان وأرمينيا والاتفاق جاهز، والآن أذربيجان وأرمينيا حتى فتحت حدود مع بعضهم وبدأت التجارة. بسبب من؟ بسبب تركيا وروسيا. الخط الثاني هو محور أستانا، لم ينتقد محور أستانا شغال، وحتى الآن اجتماعات أستانا، اللجنة الدستورية اللي قال فيها عليها الوزيرين اليوم أكدوا دعمهم لها. يعني هناك في ثقة عميقة بالالتزام بين تركيا وروسيا. يمكن تركيا في المستقبل كما قلت على حلقات سابقة أن تلعب الدور المراقب بأوكرانيا على ما يسمى اتفاقات اللي حتصير بعد استسلام أوكرانيا، اللي هي عبارة عن تحييد الجيش، مراقبة التسلح. تركيا يمكن أن تقوم هذه العملية كما الآن تقوم في بالحدود بين أذربيجان وأرمينيا. هذا شيء جدا مهم. يعني قوات حفظ السلام دكتور أفندي ممكن تطبيق هذا السيناريو في أوكرانيا. قوات السلام
قوات حفظ السلام يمكن ان تكون تركيا 100%. لهذا الان اليوم جوي شغله في موسكو، اسير جوي شغله، يعني هذا شيء روسيا الان تسعى كدوله، يعني حتى تركيا مش كمان ضيفك الموجود في استديو، تركيا لم تصوت مع تنديد روسيا، بالعكس اخذت الحياديه، والحياديه هي اللي طرف روسيا، نعرف الضغوطات الهائله من الولايات الامريكيه، ان تقف وجه ان تقف وجه امريكا امر صعب جدا، الضغوط فوق ما تتصور، يعني صمود الرئيس اردوغان وصمود الحكومه التركيه هي علامه استثناء لقوه هذه الدوله. طيب. وقوه لا لا لكن المشكله سيد الافندي سمحت لي، ما هو ايضا طبعا. كمان وزير الخارجيه لافروف اتى الى انطاليا ودون نتائج، قال اتينا على طلب الاوكرانيين ولا حديث لمساله وقف اطلاق النار. طب اذا جبوتن على تركيا هل سيكون نفس الامر، يعني دون نتائج فقط زياره وتصوير وتنتهي هذه القمه؟ رئيس احنا نتكلم عن قمه تركيه روسيه وليس قمه روسيه اوكرانيه، ماشي؟ قمه تركيه روسيه هي قمه لخفض التصعيد، لانه تركيا ثاني اكبر جيش في الناتو، هذا شيء معروف، وتركيا لها كلمه الان سياسيه ولها علاقات طيبه مع اوكرانيا، يمكن تضغط عليها نوعا ما افضل من الفرنسيين والالمان، فشيء اخر. احنا نتكلم عن قمه روسيه اوكرانيه في تركيا، نتكلم عن قمه الرئيسين، فهذا شيء امر مهم جدا، ان تركيا الان يمكن ان تلعب ليس دور وسيط فقط ولكن دور المراقب على وقف اطلاق النار. يعني اذا تريد من السنوات اتفاقية مينسك على سبيل المثال، من سنوات مكتوب على وقف اطلاق النار وكل يوم انتهاء اطلاق النار من المراقب؟ منظمة الامن والسلام والتعاون في اوروبا الاو اس سي، يعني لم يعمل شيئا، بينما المراقب يمكن ان يكون هناك التركي، يعني تركيا تلفي كل التزاماتها. نجد الان ما يحصل هناك عمليات عسكرية في سوريا، لا يوجد عمليات عسكرية، ماشي؟ التزام، هل عمليات عسكرية في اذربيجان وارمينيا؟ لا يوجد عمليات، هذا دليل المراقبة الجيدة والمراقبة المسمى حسب الوعود وحسب التزامات الاتفاقيات. فتركيا الان تعتبر ثقة، يعني جدار ثقة لروسيا لان تعطيها هذه المهمة. طيب. ويمكن ان تاخذها بتركيا بامان كمان. طيب. بثقة الحكومة الاوكرانية. نعم. في سعود اليك سيد الافندي بسؤال اخير اذا سمحت لي، ايضا بمسألة يعني ان كنا ننظر لانه مسألة الانفتاح على الحل الدبلوماسي، لكن بوتين حتى الان يرفض وقف عمليات ويقول بأن العمليات العسكرية الآن ناجحة ولن تتوقف هذه العمليات العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها. سعود إليك بسؤال أخير سريعا سيد ياسر، هل تعتقد كما ذكر الأفندي بأنه ربما تكون تركيا لتركيا دور في مسألة إرسال قوات حفظ السلام كما حصل في أذربيجان؟ يعني مبدئيا دعونا بس نصحح الخبر الذي طرح الآن، فقط 3 دول عربية امتنعت عن التصويت في قرار الجمعية العمومية، كل الدول العربية أدانت اعتداء روسيا، ومنها الثلاثة حتى الإمارات الجزائر فقط، الجزائر والسودان والعراق. نعم. فقط، دعونا حتى تكون الأخبار بشكل صحيح. أما بالنسبة لموضوع القرارات الدولية، وجدنا أن روسيا لديها مشكلة حقيقية، أحيانا نراها تستدعي القرارات الدولية وأحيانا تطلب بالقرارات الدولية عض الحائط، لذلك أنا بتصوري الذي طلب الضمانات على أن يكون هناك مصداقية لهذا الكلام هو الرئيس زيلينسكي. زيلينسكي الآن يقول ما هي الضمانات على روسيا، يعني كيف سيكون هناك ضمانات باتجاه روسيا. أنا بتصوري تركيا يمكن أن تلعب دور الوسيط بسبب أن تركيا لديها علاقات مميزة مع كلا البلدين، وأيضا تركيا تشهد الآن دعما إيجابيا من قبل الدول الغربية ودول الناتو والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الدور. لذلك أنا أرى حقيقة أن تركيا لديها يعني مزايا لأن تكون دولة وسيطية من أجل حقن دماء الأوكران من قبل الجيش الروسي. لذلك أنا بتصوري هذا الأمر سيكون متاحا، ولكن لن يكون متاحا بشكل سريع، لطالما تعودنا على بوتين أنه يدعو إلى مفاوضات من أجل التفاوضات. هذا ما وجدناه بالقضية السورية، نحن نتكلم الآن عن جنيف 17 وأستانا 17، وأيضا حتى اللجنة الدستورية التي لم تنطلق إلا من بضعة سنوات أصبحت رقم 7. إذن روسيا عودتنا على المماطلة في عملية المفاوضات، وهي ترى بالمفاوضات فرصة زمنية، ولكن أتصور الظروف. طيب. الآن معكوسة، كون أن أوكرانيا الآن هي التي ليس لديها الشعب الأوكراني خيار إلا أن يدحر الجيش المعتدي الروسي، وهذا ما وجدناه كما ذكرت على. طيب. موضوع استبسال حول المعارك التي تدور حول كييف، وأنا بتصوري هذا الأمر لن يسمح بفرصة زمنية طويلة لروسيا. طيب. ولكن أريد أن أذكر بقضية واحدة فقط سريعا لو سمحت، أن
بوتين هو نفسه كما ذكرت سابقا هو الذي في 2008 احتل أو ساعد على انفصال أوسيتيا وأبخازيا، هو الذي ساهم في انفصال لوغانس ودونيسك، هو الذي أيضا احتل القرم، هذا بشهادات الدول. وكل هذه الذين ذكرتهم لا يوجد أي اعتراف فيهم. إذا بوتين يعني ارتاح من خلال عدم وجود عقوبات حقيقية ردعته. الآن بوتين يتفاجأ أنه في أوكرانيا الجميع يتفق ضده والعقوبات أصبحت لن نستسلم منه. لن نستسلم ولن للغرب لن نركع لهم كما يقول الآن بوتين الآن الأخبار العاجلة في خطابه. سيد لفندي على يعني ضمن هذا الشعار أو هذا العنوان لن نستسلم للغرب ولن نركع لهم يقول رئيس بوتين. وتحدث السيد ياسر قبل قليل عن الضمانات، بالفعل من الضامن أو كيف يمكن لأن يكون بوتين بالفعل الطامح في التوسع في الدول المحاذية له لحماية موسكو وروسيا كما قال ومحاربة النازيين في الحرب على أوكرانيا؟ بالفعل من يضمن بأن بوتين بالفعل جاد في الدخول بحوار والإنهاء هذه الأزمة أو هذه الحرب الروسية على أوكرانيا؟ من الضامن؟ من يضمن بأنه لن يجتاح بولندا حتى يقال؟ شوف صديقي، شوف صديقي، الـ سريعا دكتور محمود، الروس الروس ماشيين في حرب، هي حرب وجود او عدم وجود. وجود روسيا كدولة على الخارطة وكوجود قوة عظمى في العالم ووجود معالم متعدد اقطاب ام عالم قطب الواحد، نعم، مش هي المعركة الماشية الان في روسيا. فالمعركة لم تقف عن اوكرانيا، المعركة ستقف بعدها على اتفاقية الناتو روسيا. لقد كذبت كل دول الناتو على روسيا لما تضم دولة بعد دولة إلى الناتو ورغم كل التعهدات وكل الاتفاقيات. مع ذلك وآخر اتفاقية كانت على فكرة في اسطنبول عام 1999 وقع عليها الرئيس بيل كلينتون أن لا يجوز التوسع للناتو لأي دولة إذا كان يمثل. ما عندي وقت نرجع للتاريخ سيد محمود لفندي، بس سريع يعني لو سمحت في الحاضر، في الحاضر من يضمن من أو من الضامن لإيقاف الحرب أو توصل لاتفاق سياسي ينهي هذه الحرب؟ صديقي الحرب، الحرب الآن عملية عسكرية الآن ماشي ومتقدم، فنهاية العملية العسكرية على أساسها يجبر الأوكرانيين على الاستسلام، والاستسلام على بس ما زي ما حكى لك استاذ ياسر ما حيستسلموا، وبوتين قال لك حكى لك لن نستسلم. طب شو الحل؟ انا العمليه مستمره، حد اوقف العمليه العسكريه؟ لم توقف العمليه العسكريه، فما دام العمليه العسكريه طيب فلماذا الكلام عن مفاوضات الان؟ طيب يعني كله كلام مفاوضات للاستسلام وليس نعم. على اشكرك الاستسلام. اذا ضيفك معين على الاوكران ايش خليه يوقف، يعني هذا رايه يستفر منه له. يعني ذكرته لك دون الشخص. انا على كل حال اشكرك وسيد محمود لفندي المختص بالشأن الروسي كنت معنا من موسكو.